بقول لك ايه، ممكن بعد اذنك ثانيه واحده، بعد اذنك دقيقه بس، انا ممكن تساعدني العب في النادي الاهلي؟ لا في النادي، نلعب في النادي هنا. بس انا ما اعرفكش يعني، عشان خاطر انا حابب اساعدك. ليه علاقات في النادي الاهلي وكل حاجه؟ بس انا عايزهم بس يجربوني مره واحده. طب وريني مهاراتك. طيب انا معايا كوره، انا معايا كوره، ممكن اوريك. ده بتعرف الكوره؟ لا انا عايز اجربك تنطق الكوره كده كده، عايز اشوف بعيني. طب اتفرج يا باشا. اتفرج يا باشا. دي يا باشا هساعده. طيب ماشي، اشوف. طب اي حاجه ليه؟ طيب اتفرج يا باشا، انا هصورك فيديو على فكره. بس انت محتاج شويه تدريبات. مره دخلني بس جوه النادي. بيلعب كويس يعني. شايفه وشفته هو بيلعب كويس. لا لا يعني هو تدريبات ياخد على الملعب. بتعملوا ايه؟ هو عنده مهاره. راجل نفسه. انا نفسي اساعده بس هو مش قد كده بصراحه. بس هو مفيش الا محمد صلاح. ايوه كله محمد صلاح. ايوه كله محمد صلاح يا عم. المهم بيعرف يلعب ولا لا؟ هو محتاج يندم شويه. ايه ده؟ لا يا عم، لا انا شكلي وحش يعني. هو عشان شكلي وحش؟ لا مش قصه شكلك وحش، يعني انت محتاج تحلق، محتاج تظبط نفسك. الحاجه اللي بتتريق عليه ليه؟ لابس باروك. طب ما انت اسخن. انا ما بتكلمش كلام يعني، ما تزعلش مني. انا بقلده. بس هو فعلا كله محمد صلاح بيبقى العب معاه. يلا انت محتاج تدريب اصلا. يلا معلم. انا كنت هساعدك على فكره، بس انت مش قد كده. يلا معلم. قول يا عم. لا لا لا، انت محتاج تدريب على فكره. يلا. انت بتعرف تلعب صح؟ ده بيلعب وحش ولا حلو؟ يلا معلم. لا مش هو كده. امشي ورا حلمك، ما تتخلاش عنه. امشي في الشارع. كمل وحل. خلي بالك. هو لا عندك كده. عادة الهجوم. ممكن حد يخلي جوه. عادة الهجوم. عادة الهجوم. ايوه ممنوع والله. ايه؟ معلش. قدام شوية كده هتلاقي في باب، ده بتاع اللعيبة. اللعيبة القدامى هتمشي كده على طول وتروح داخل الباب اللي جاي. طلع عندك اروح. نعم. معلش يا كابتن، مش هينفع. مش هينفع دخلني جوه؟ في حاجة؟ أنا بس عايز أدخل جوه. في حاجة؟ عايز أدخل جوه. عايز تخش جوه؟ ليه؟ عايز ألعب كورة جوه. أوكي. أنا جوه. ليه جوه؟ إيه معلم؟ عايز ألعب كورة، أنا جوه. تلعب كورة جوه؟ بس ليه تلعب كورة جوه؟ جوه أعضاء. مستعيبة جوه. ما ينفعش يعني أدخل جوه؟ لا. اختبرني مرة. اختبرك؟ بتعرف تلعب؟ كويس؟ جوه، شوف جوه. العب كده وريني. طب جوه وريني. لا لا، ممنوع ممنوع جوه. امشي الشارع كده الباب اللي جاي. ما مرة بس جوه. لا هنا مش هنا. هنا خاص بالأعضاء بس. وري. طب الكابتن ممكن يوديك في أي نادي تاني غير هنا؟ أنا عايز أقول النادي ده. لا هنا مش هنا. شوف كده. عايز اخرج من هو يعني. عايز اخرج جوه النادي ده. خلاص تعرف تلعب ورا الاستاذ. وريني. في الملعب جوه. لا. خلينا نشوف. طب شوف طيب اعمل الاستاذ اهو. مش يلعب. طب انت بتعرف تلعب كوره؟ طب ما ده خدني بس بقى. خدني بس. ايه؟ اوعى ايدك. طيب خدني بس. اوعى. طيب ايدك. طيب ما تمسكش ايدي كده. ايه ده؟ هذا حلو.
تعالوا تعالوا، انتوا مش عارفين ده مين وعمالين موقفينه. لا ما تقولش كده، تعالى تعالى اهو كابتن محمد. ينفع كده ما تدخلوش؟ ينفع؟ لا كنت عارف كنت هتوقفه. استحاله استحاله. انت عارف هو مين؟ جاي يعني؟ طب اقلع له. قول له قول له شو عايزك. كلمه قول له شو عايزك. كابتن زكريا ناصر دخل. مش عارفك؟ لما عمل لي كده وسابني وماشي. كابتن زكريا ناصر. الجو حر. عشان كده بقول لكم في حاجة حصلت أنتوا مش واخدين بالكم منها. كابتن زكريا ناصر دخل. تامر كابتن تامر النحاس. كابتن تامر النحاس ومعاه اثنين ثلاثة لعيبة داخلين النادي الأهلي. محدش عارفني. فأنا بقول لك خلاص. أنا أقول لك خلاص. طب أنتوا عارفين؟ تعالوا تعالوا طيب. طب تعالوا محدش راضي يدخلك خالص. اقلع لهم بقى. لا كابتن زكريا هو اللي اقلع. كابتن زكريا هو اللي كان هيموتني. يلا يلا. يلا نستخبى. يلا نستخبى. من بعيد من بعيد من بعيد. لا كده شايفنا انت كمان. انت ما باين قوي. انت عارف من ورا العربيه. من ورا العربيه. هنا راجع. هنا راجع. هنا راجع. كل سنة وانت طيب. وطيبين واحنا مبسوطين ان انت نزلت معانا. انا شفناك وانت بتقول ستوب يا جماعة. لا مش قادر بصراحة. الموضوع لا مش سهل. صعب. لا صعب. وبعدين يعني انا دخلت النادي وعشت في النادي وخدت بطولات وكل حاجة. فالموضوع لا بعيد جدا. فلا بس هو طبعا طموح لأي حد ممكن ربنا يكرمه ممكن يعمل أي حاجة. لكن الموضوع صعب جدا. انا بشكرك. احنا دلوقتي في الاستوديو هنكمل الحوار عشان كده بصراحه كفايه. علشان هو درجه الحراره 42 وواقف في عز الحر. وهو كفايه وخلاص الدموع. طب ليه دموع؟ مش عايزين دموع.